مشكلة. لا عادي، لا تقلق. هو احنا شرحنا اللي ايه اصلا؟ انا نسيت. شرحنا دي في تي، بس احنا ما شرحنا الاكيوت سكيميا، الاكيوت ليمب بين، صح؟ ايوه. الدي في تي انتوا ما خدتوهاش ولا اخدتوها؟ يعني حد شرحها لكم قبلي ولا لا؟ قصدي خدتوها على بروجيكتور، يعني كانت حاجات داتا شو بس شفتوها وخلاص، صح؟ مين ادالكم؟ مصطفى محمود، مصطفى رفعت، مصطفى عبد الرازق، مصطفى حسن، في 4 مصطفى. بس هو انا قلت لكم في الاول خالص ان اهم موضوعين في الفاسكولار هما الاكيوت ليمب سكيميا والدي في تي، اهم موضوعين عليكم براكتيكال والاسئله. بصراحه في حاجات تافهه، يعني بتكلم مثلا دي في تي، دي فينا ثرومبوزس، هنحفظه مع بعض. هل ده محتاج ديفينيشن؟ لا. دي فين ثرومبوزس واضحه جدا، ثرومبوزس في الدي فينا سيستم. لما يجي يقول لك ايه الكوزز اوف دي في تي، تقول له لا هو ما فيش ديفينيت كوز، هي ريسك فاكتورز. في فرق، انا لو عندي كوز اقدر امنعه، ده كوز 100%. لا، كل اللي عندي ريسك فاكتورز بنسب متفاوتة. يعني لما الاقي الريسك فاكتور ده في العيان، ده الانسيدنس اوف دي في تي عالي جدا. لما الاقي الريسك فاكتور ده لو ريسك فاكتور. يبقى لما تيجي الدي في تي الكوزز، لا هي ريسك فاكتورز كلها بتعتمد على ايه؟ ها معايا، بتعتمد على ايه؟ حافظينها على ايه؟ ريسك فاكتور فيركاو. ايوه، فيركاو ترايد. يعني انت تقول الفيركاو ترايد وتقدر من الفيركاو ترص اي سبب انت عايزه. ايه اول باثولوجي في الفيركاو؟ اللي هو alteration of blood flow. بمعنى زي ايه مثلا؟ مثال اديني امثله بقى. ريسك فاكتور تحت دي ايه اللي يعمل استيز في البلاد فلو؟ العيان الاموبلايزيشن، نايم في ستير 4-5 ايام، محجوز في العنايه 6-7 ايام، ترافلنج، مسافر فتره طويله جدا وقاعد في كرسي. مش في حاجه اسمها ايكونومي كلاس سندروم؟ سمعتوا عنها؟ ايه ايكونومي كلاس سندروم؟ الناس اللي قاعده فتره طويله في الطيران يدخلوا في دي في تي، تمام؟ طيب تاني سبب. endothelial injury، تيز مهمة جدا. ايه المثال عليها؟ عشان يحصل رومبس في الفين، لو الفين ده كويس مش هيحصل له حاجة، لكن لو الفين ده فيه مشكلة او الكونتنت اللي جواه فيه مشكلة هيحصل ثرومبس. فالكونتنت هي ايه؟ الستيزيس. اما هنا endothelial injury زي ايه؟ hypertension ده arterial. فيش عيان هايبرتنشن هيجيله دي في تي عشان هايبرتنشن خالص، فيش علاقة. مالجنانسي ده سبب حاجة تانية، سموكر سبب حاجة تانية، تروما. تروما زي ايه؟ ايه المشهور جدا يقول لك ده ركب كذا وجاله دي في تي بعدها؟ الكاثترز، سيفلاين. مش عيان بعد ما بيركب قسطرة خد فيها فلويد بيطلع بيجي بالصدفة يتلاقي جاجولار ثرومبوست، كانيولا العادية، مش بيدخل بعدها في سوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس، صح؟ طيب مثال تاني، العيان ده لو كان عنده دي في تي قبل كده، لو كان عنده ايه؟ ده انديكيتور ان يجيله دي في تي تانية، صح؟ يعني العيان اللي عنده دي في تي قبل كده بتخاف انه يدخل في دي في تي تانية، صح؟ من ضمن اسباب انه تدخله في دي في تي تانية ايه؟ من ضمن اسباب الريكورنت دي في تي ايه؟ ازاي endothelial injury؟ عشان الدي في تي القديمه لما فكت وحصل ريكانالايزيشن، حصل كومبليت ريكانالايزيشن، والدوبلكس هيقول لك الفين اتفتح 100%، بس هيكتب لك كلمه كده في اخر الدوبلكس، حاجه يقول لك حاجه اسمها في ساينيكيا. ايه ساينيكيا دي؟ الفين فتح 100% بس في حتت في الفين كده بواقي الجلطه، الفيزل نفسه بقى هارد
وفي بواقي كده خفيفة جدا، مش مؤثرة على البلاد فلو ولكن مؤثرة على الشكل والفلو بتاع ايه البلاد. عشان كده يقول لك ان الريكورنت دي في تي من ضمن اسبابه انه حصل اندوثيليال انجري للدي في تي، كان في جلطة قبل كده فكت بس الفيزلز ما رجعش زي ما كان، ان الول من جوه سموز وعليه هيبرانايزد سيرفيس ويمنع البليتلت اجريجيشن، كل الكرايتيريا دي فقدت حتى لو الدي في تي دي ايه فكت. تمام. تالت سبب هايبر كويجول ستيت. يبقى انا كان عندي مشكله في الفين وعندي مشكله في الكونتنت، انا هنا الفين سليم والكونتنت سليم، عندي مشكله فين بقى؟ هايبر كويجول ستيت بيقول لك ان العين ده لايبل انه يدخل في دي في تي من اقل سبب. بمعنى دايما يقول لك ان الميجر اوبريشن زي الكولوريكتال والبلفيك فراكشر هاي ريسك فور دي في تي، هاي ريسك المين دي في تي، لكن عيان هتشيله لايبوما اقل من نص ساعه من غير بنج، هينام نص ساعه بس هتعمل له زايده مراره اي في فيستولا، الحاجات دي كلها ايه بتعملها يعني نص ساعه لساعه بالكتير، والعيان اقل من 40 سنه يعني يدوب هو انت كل اللي بتسحبه له السي بي سي والاي ان ار، اقل من 45 سنه وما عندوش كرونيك ديزيز، عيان سليم 100%، تعمل له عمليه بسيطه زي كده يروح تاني يوم يا دكتور رجليه ورمه جدا، ايه الحكايه؟ تالت يوم ورمه، اعمل دوبلكس دي في تي ازاي؟ هل ده سترونج ريسك فاكتور ولا مودريت ريسك فاكتور ولا لو ريسك فاكتور؟ تمام. يبقى اسمه العيان اللي بيتلكك، بمعنى ان الهايبر العيان اللي عنده هايبر كوجل بستيت مش لازم يجي له دي في تي من الفراغ نام صحي دي في تي، لا هو بيجي له دي في تي على حاجات مش اكسبتد انها تعمل دي في تي. تمام. اسمها ماينور ترانزينت ريسك فاكتور، يعني لما يبقى عندي ميجور بريزيستنت ريسك فاكتور عيان كانسر عادي اكسبتد يحصل، ده ميجور بريزيستنت. ميجور ترانزينت ريسك فاكتور عيان اولد ايج وبلفيك فراكشر ودخل عمليه وقعد في العنايه بعدها وارد يحصل صح، لكن لما تقول لي ماينور ترانزيت ريسك فاكتور واحده بقت بريجننت واحده بتاخد او سي بي واحده كذا واحده، لا دي كلها ماينور ترانزيت ريسك فاكتور، فلما يجي دي في تي بعدها لازم اسيرش فور هايبر كوجابول ستيت. طب وايه الفرق مع عاملها معامله دي في تي؟ هل هتاخد علاج مختلف؟ هتاخد علاج مختلف. ازاي يعني؟ لا هقول لكم، الهايبر كوجابول ستيت دول نوعين، يا اما ديفيشنسي في حاجات يا اما زياده في حاجات. انتوا حافظين مين الديفيشنسي؟ حافظينهم زي اسمكم، يا اما ديفيشن بروتين اس وسي وانتي ثرومبين 3. عايز اقول لكم دول اللي انتوا حافظينهم بتوع الديفيشنسي، دول الليست كومن تخيل يعني اللي انتوا حافظينهم دول، لا دول مش كومن طبعا، نادرا ما تلاقيهم، بس لو بقوا موجودين في عيان هاي ريسك فور دي في تي. تمام. هم الليست كومن بس لو موجودين الهاي ريسك انه يحصل دي في تي والبالمونري امبوليزم كمان ككومبليكيشن. تمام. اما ليه التاني بقى انكريز في حاجات اشهرهم وذا موست كومن كوز اوف هايبر كوجابل ستيت، لدرجه ان بيقول لك العيان ده لو هايبر كوجابل ستيت فاكيد 50% هيطلع مين فاكتور 5 ليدن، ده تحفظوه زي اسمكم خلاص. احنا قلناه في الاكيوت كيميا كلام فاضي، قلنا هنقوله في الدي في تي فاكتور 5 فاكتور 5 ليدنج. ايه فاكتور 5 ليدنج ده؟ ما عليكوش التفاصيل بتاعته، كلام ادفانس شويه، بس هي قصته انه الفاكتور 5 ده بيحصل فيه ميوتيشن، بسبب الميوتيشن ده بيحصل ريزيستنت للاكتيفيتد بروتين سي اللي كان مفروض يكسر الثرومبس، فيحصل اوفر برودكشن للثرومبين اوفر برودكشن فايبرين. مش مهم التفاصيل، المهم تعرف ذا موست كومن انهيريتابل او هايبر كواجابل كوز هو الفاكتور 5 ليدن. طيب ايه في حاجات تانية تزيد؟ في حاجه اسمها جي 2021 0A، فكك
في حاجة اسمها فاكتور 8 وبتاع مش مهم، انا همني فاكتور 5 تحفظه. دول اللي هما ايه؟ congenital hypercoagulable state. طب هل في acquired؟ اه في acquired، يعني العين يبقى عنده تندنس ان يحصل له thrombosis، بس هي مش حاجة congenital في البلد، حاجة acquired. ايه زي ايه؟ البريجنانسي اند مالجنانسي. تمام، بريجنانسي كومن جدا، كومن جدا يحصل في البوست بارتم، اول ما تولد تدخل في دي في تي، وبيجيبوها في قصه انه ده بسبب السيزاريان والبتاع، وهو ملهاش علاقه. تمام تمام، دي مهمه. تاني حاجه ايه؟ المالجنانسي قلنا اوتو اميون. ايه اوتو اميون؟ انت قصدك على حاجه، انا عارف احنا قلنا البريجنانس والمالجنس ده اكوايرد. في حاجه اسمها ايه اللي في الستات اكتر؟ انتيفوسفوليبيد انتي بودي سندروم، من اسمه انتيفوسفوليبيد انتي بودي سندروم، يعني العيان ده انا بكتشف ان فيه في جسمه انتي بوديز غريبه جدا. سببها ايه؟ بيقول لك في حالات دي نوفو 15% ده دي نوفو، يعني ده انتيفوسفوليبيد انتي بودي سندروم مش عارف اشخصه. في حالات كتير جدا مع السكليروديرما والسيستميك لوبس، وحالات مع الروماتويد. تمام، فلما تلاقي عينه دخلت في دي في تي وانت عارف ان العينه دي ماشيه على هيدروكوين ومتابعه مع حد روماتولوجي وعندها قصه في الروماتولوجي ايا كان الديزيز، لازم دماغك تيجي في مين؟ انت في سبب انت بدل السندروم تروح قايل لها تعمل ايه؟ انت دماغك جت فيه من نفسك كده، مش هيخسر حاجه، تروح تسحب ايه؟ انتي كارديولايبين وبيتا 2 مايكروجلوبين، وفي واحد مهم جدا دايما تنسوه اللي هو اصلا لما تروح لاي مكان هيروح يقول لك ما يرضاش يسحب لك دول عشان ما عندوش العوامل بتاعته، وبيسحب لك ده لوبس انتيكواجراند. خلاص سحبت التحاليل دي، تمام، هل انف ان انا اشخص؟ دي مهم الكلام ده، لا تتعاد بعد 3 شهور عشان اتاكد. تمام، لان هو في ميستيك بتحصل انه يحصل في حاجات تانية بتعلي الفاكتورز دي. انا عندي عينه دي في تي وسحبت التحليل ده من عدت 4 شهور، كانت سحبه بره وجات للتحليل انا كذا انا كذا، تقول لا طبعا هنعيده، وعدناه وطلع نيجاتيف. اه هي في دي في تي، بس هديها علاج الدي في تي العادي. ليه هديها علاج الدي في تي العادي؟ هل الانتيفوسفوليبيد ليه علاج مختلف؟ طيب الانتيفوسفوليبيد انتي بودي سندروم، عرفنا ان العيان ده فيه 3 انواع من الانتي بودي وهسيرش عليهم في في البلد، والعيان ده ليه كرايتيريا معينه اللي هي العيان ده غالبا يا اما دي نوفو او العيان ده عنده روماتولوجيكال ديزيز، وفي مشكله تانية اهم من كده ان في الفيميل بيعمل ريكيرنت ابورشن او بريماتور ليبر. تمام، طيب ريكيرنت ابورشن من مره بيقول لك لا على الاقل من 2 فما فوق عشان اقدر اقول. تمام، لما عينه تجيلي دي في تي في ميل اسالها عن هيستوري اوف ابورشن، لو عندها هيستوري اوف ابورشن اسحب لها تحاليل، لو بوزيتيف اسحب لها تحاليل بعد 3 شهور، لو بوزيتيف هي دي انتيفوسفوليبيد انتي بودي سندروم، فدي لازم تمشي على على وهيبرين. لا مش وهيبرين، هتمشي طول العمر على الكليكسان، حرام عليك كل يوم هتشكشك الكليكسان. ماريفان ليه؟ ما ينفعش ادي النيو اورال انتيكواجلانت اللي هو الريفاروكسابان والابيكسابان، ما ينفعش في الانتيفوسفوليبيد انتي بودي سندروم، ما فيش، مش ابروفد ولحد دلوقتي مش ابروفد. الابروفد ماريفان اند اسبرين، وهظبط الاي ان ار بتاع الماريفان على كام؟ من 2 ل 3 التارجت بتاعي. تمام، يبقى ايه مشكله الانتيفوسفوليبيد؟ ان انا مشكله ان العيان ده ما ينفعش يمشي على نيو اورال. يعني لو جات لك عيانه دي في تي وماشي على ريفيروس باير ايا كان تركيزه، وبالصدفه جابت لك تحليل انها انتيفوسفوليبيد انتيفوسفوليبيد، لا مش ابروفد. اه الماريفان مقرف وبيتفاعل مع الاكل مع الخضروات مع النون استرويدال، ريسك البليدنج عالي، هتسحبي تحليل سيوله كل اسبوعين وبعدين هيبقى كل شهر، اه مقرف، بس ده علاجك، ده الصح، ده الوحيد اللي هيقلل نسبه الابورشن ريكيرنت ابورشن، وهيقلل الريسك بتاع الريكيرنت دي في تي، ويقلل الريسك بتاع الفي تي اي اللي هو. تمام، عشان كده لأ.
جات له نقطة سريعة اهو، هل المريفان ينفع مع البريجنسي؟ ايه؟ طيب تمام. هو اول شهر مشكلته ايه؟ تراتوجينيك، اول 3 شهور. اللاست تريمستر مشكلته ايه؟ عشان الاكسبكتد ديت اوف ديليفري، انا مش لسه هظبطه. طيب التريمستر اللي في النص، طيب ده مكتوب فين بقى؟ عادي مكتوبه فين؟ عادي في النساء. طيب هو الريسنت جايد لاينز ممنوع تماما في الحمل، تمام؟ ده الريسنت جايد لاين الاوروبيان سوسايتي اللي احنا ماشيين عليها، ان احنا ما ينفعش ندي ماريفان اصلا خالص طول فتره الحمل، ده الصح، تمام. ايه البديل بتاعه؟ الايه اللي هو الهيبرين، اللي هو اللو مولكيولار ويت هيبرين، اللي هو مين؟ كليكسين. تاخد جرعه ايه؟ ثيرابيوتيك اللي هي كام؟ ثيرابيوتيك اللي هي ملي بير كي جي كل 12، بمعنى يا 60 كل 12 يا 80 كل 12، دي الجرعتين اللي في السوق. او ما ليه جرعه البروفلاكتيك ما تنساهاش زي اسمك، جرعه اللو مولكيولار ويت هيبرين البروفلاكتيك هي نص ملي بير كي جي كل 24. احنا بالويم بنقول على طول كليكسان 40 مره في اليوم، دي الجرعه البروفلاكتيك. لكن الثيرابيوتيك وزن العيان كل 12، سهله خلاص. فهي يا دكتوره لو العيانه دي انتفوسفوليبيد، في ناس بتحب تمشي على البروفلاكتيك مع الالاستيك ستوكينج، تمام، وفي ناس لو العيانه دي هاي ريسك ومعاها كوموربيديتيز ثانيه او لسه طالعه من دي في تي قريب او هتمشي طول فتره الحمل على ايه؟ ثيرابيوتيك كليكسين اللي هو كام؟ وزن كل 12، كل 12. لكن البروفلاكتيك كام؟ نص كل 24، 40. طيب لما تيجي عيان شاكك في هايبر كاجيبل ستيت، عيان جاي يانج ايج وجاي لك بدي في تي بعد ماينور تروما بعد اي حاجه، اسحب له ايه؟ اسحب له كل ده؟ ده انا اخرب بيته. التحاليل دي غاليه جدا ومعظمها ما بتعملش هنا، بيسافر وقصه. المفروض ان انا بسحب الموست كومن اللي هو مين؟ فاكتور 5. يبقى ده هكتب اول واحد في الروشتة يسحب لي فاكتور 5، واسحب الموست دينجرس مين؟ عند فوسفوليبيد كارنت ابورشن وعايز ماريفان وعايز قصه وحدوته، صح؟ واسحب الاسهل في التريتمنت، مش كاتبه على السبوره لسه. حد سمع عن الهوموسيستين؟ هوموسيستين، تمام. الهوموسيستين ده لما بيعلى في الجسم بيزود الانسيدنس اوف ثرومبوزس، خصوصا ارتيريال اكتر من فينوس، والسيركل بتاعته بتعتمد على الفوليك والفيتامين بي 6 والفيتامين بي 12. بمعنى ان انت العيان ده لو اديته مع الانتيكواجلانت ايا كان ايه، فيتامين بي كومبلكس، ده هيكسر السيركل ويخلي الموضوع ده ينتهي تماما، امين. عشان كده بقول كنت دايما يقول لك دور على الكومن فالدينجرس فاللي سهل في علاجه هتعرف تخلص منه، تمام. ما تروحش تسحب لي تضيع على عيان تسحب لي بروتين اس وسي وانت ثرومبين 3 وانت مش كاتب فاكتور 5 اللي هو الموست كومن. ما بروتين اس وسي وانت ثرومبين انا عرفت ان هو ماشي اوكي عندها كده، وبس هو نفس علاج الدي في تي، مش عايزه ماريفان، وفي نفس الوقت مش الموست دينجرس، في نفس الوقت مش الايزيست في تايم اللي هعملها بعمل الدي في تي. وبعدين شخصتها بروتين اس وسي وانت ثرومبين 3 مش مشكله، هبقى عارف ان العينه دي قبل كل حمله هتاخد كذا وبعد الحمله هتاخد كذا، قبل كل عمليه لو راجل ياخد كذا وبعدها كذا، عشان ما تدخلش في دي في تي. في بريكوشنز معينه هنعملها مع عيانين الهايبر كواجيبل، بمعنى في عيانين المفروض ديفينيت تريتمنت. يعني ايه ديفينيت تريتمنت؟ يعني طول العمر في دي في تي، ما فيش دي في تي خلاص، طول عمرك تمشي على بروفلكتيك دوز، تمام خلاص. في عيانين لا، هو العيان زهق، عدى سنتين زهق قرف خلاص، هضطر اعمل ايه؟ طب خلاص انا هسحب لك الموست دينجرس، اطمن، اسحب بتوع الانتيفوسفوليبيد اطمن التتر بتاعهم مش عالي واموري يعني مستقره، والعين ما جالوش دي في تي في الفتره دي كلها، ورجلي لاكس وهايبر اكتيف وما عندوش ريسك فاكتور، ممكن اوقفه اسحب دي دايمر نيجاتيف، تمام. دوبلكس ستادي ما فيش، فاهمني؟ عشان القرار ده صعب جدا ان انت هتوقفه، ممكن اسبوعين ثلاثه تاني ويدخل دي في تاني. في دي في تي
ربنا سترها معانا مره واتنين، ممكن في دي في دي تيجي على طول ببرمنر امبريز والناس بتضاي منها. تمام، طيب يبقى ده قصه ايه الهايبر كواجابل ستيت. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ nothing. يعني ايه nothing؟ يعني الطبيعي ان 70% هيبقى اسيمتوماتيك. تمام، الطبيعي 70% ايه اسيمتوماتيك. العيان مره واحده بدا يسكب ديزني او كفو بتاع، بدا يسكب البالمولر مانيفيستيشن. يعني عيان بيجي لي احيانا بالكومبليكيشن، يا يجي لي بالبالمولر مانيفيستيشن وابدا انا اشك وسيرش، يا اما هيجي لي بفينس جانجرين ورجليه زرقاء وقد كده، وممكن ما يجيش باي حاجه خالص. تمام، ما يجيش بحاجه خالص، كل اللي عنده الكاف مصل اكبر من التانية ب 3 4 5 سنتي، عمره ما هياخد باله. صح، فيها شويه ريدنس مش هياخد باله، فيها شويه تندرنس شد عضلي، فاهمني؟ فدايما الرول في الدي في تي دي مشكله ان هو اسيمتوماتيك، عشان كده الكومبليكيشن بتاعته مشكله رهيبه، ان هو العين ممكن يجي لك بالكومبليكيشن. طيب في تستات بتعملها في الدي في تي غلط، ما ينفعش اعمل حاجه اسمها هومان ساين، يعني ما ينفعش امسك رجل العيان واشدها له كده جامد فيحصل كونتراكشن في الجاستروكنيميس والسيلياس مصل فيحس ببين رهيب، انا كده شخصت دي في تي او شكيت فيه. طب ما انت لما عملت الحركه دي المصل دي عملت سكويزنج على لو في ثرومبس هتتحرك من مكانها تطلع بالمنري. صح، يعني في ملوش لازمه. ليه؟ زمان ممكن نقول زمان جدا لكن في دوبلر ولا دوبلكس او ان انا حتى اوصل لهم صعب، فكنت ممكن اقول بالسسبيشس ده عيان في ليمب اديم على ناحيه وهومن ساين بوزيتيف، طب مش عارف ايه هديله. يعني لكن دلوقتي ما ايه مشكله، هل هخسر حاجه لو عيان عمل دوبس وطلع فري؟ لا طبعا نهائيا. يبقى لما يبقى في يونيلاترال ليمب اديم، خصوصا يونيلاترال ليمب اديم، خصوصا يونيلاترال ليمب اديم عيان بعد ريسك فاكتور عاليه او بعد عمليه او بعد دور برد شديد جدا فيرال انفكشن سواء الكورونا، لازم اعمل فينس دوبلكس. تمام، طيب ايه الانفستيجيشن؟ اول حاجه قلتها لكم اهي، الدوبلر ملوش رول قوي، يا دوب ان انا بسمع فينس فلو ولا لا وما يقدرش ياكد لي، لكن مين اللي ياكد لي؟ الدوبلكس. والفرق بين الدوبلر والدوبلكس فرق كبير، الدوبلر ده حاجه هاند هيل زي الموبايل، احط البروب اسمع بس في فلو ولا لا، لكن الدوبلكس عيان نايم قدامي كانه سونار وهمشي على الفين بالطول اصور الفلو واصور الثرومبس اصور كل حاجه بالتفصيل. تمام، يبقى لما يجي لك سؤال the most important او الكورنر ستون في الدياجنوزس بتاع الدي في تي مين؟ دوبلكس ستادي. طب هل ليه ليميتيشنز؟ زي ما هو كويس جدا، اه ليه ليميتيشنز. لما يجي يقول لك ايه الليميتيشنز بتاعته، اه واحد، انا لما ببعت دوبلكس انا ما ببعتش العيان اقول له روح اعمل له دوبلكس، لكن ممكن اقول له روح اعمل له سونار، ممكن اروح اعمل له اكس راي، فاهمني؟ لكن عمري ما اقول له روح اعمل له دوبلكس فين يا دكتور، في اي مكان؟ لا طبعا مش في اي مكان، لان هو اوبريتور ديبندنت. تمام، في واحد مش هيعرف يشوف الثرومبس ولا ياخد باله منها، في واحد هيمشي معاه هيقول لك في ثرومبس. تمام، يبقى هو اوبريتور ديبندنت. تاني حاجه ان انت ممكن ما تشوفش الدي في دي مس دايجنوز دي منك. امتى؟ لو الدي في دي دي فين؟ في البلفيس، والعيان مش متحضر، واكيد مش هيبقى متحضر، ده جاي من بيته كولونيك جازيس ديستنشن، مفيش دي في تي تحت خالص، هي الدي في تي كلها في الالياك فين، مش عارف تشوف من ال، فخلاص ما دام تحت سليم يبقى اكيد فوق سليم، فاهمني؟ مكان تاني لو الديستال سمول فينز، يعني فينا كوماتنز بتاع الانتيرو والبستير تيبيا الصغيرين دول، هو وانس ساف الكف مصل والبابليتير والفيمرال والالياك كويسين عادي مش لازم يبص تحت، فاهمني؟ او العيان انا حاطط البروب هنا مش قادر اشوف الفيمرال فين، مش عارف اشوفه ليه، اه هيوج ليمب اديما اوبيزتي، مع مين تاني غير الاوبيزتي بيبقى عنده ليمف سوانن ليمبي رهيب، الفيلاريز زي الليمف ديما. تمام، بيبقى رجليه محترم متعرفش تشوف منها اي حاجه، والسكن هاردنينج وثيكنينج وبيز، فاهم؟ يبقى الليميتيشن بتاع الدوبلكس اوبريتور ديبندنت، السمول ديستال فينز، البلفيك فينز عشان كونيك جاز ريزيستنشن، اند
الليمفيديما زي ايه؟ الليمفيديما والاوبيزيتي. طيب في حاجة تانية بعملها العيان ده انفستيجيشن، دي دايما كنا بنعملها اوقات الكورونا كتير عشان العيان ما يرضاش ينزل، عشان ما ينزلش ويعد الناس وبتاعه مش عارف ايه، البوزيتيف ينزل يعمل دوبليكس والنيجاتيف انت مش محتاج. ليه؟ ما خليش كل العيان تنزل تعمل اشعة وتعمل زحمة وعشان الانفكشن. يبقى الرول اوف دي دايمر از، انا قلتها دلوقتي اهو، اكسكلودنج يعني از ا جود نيجاتيف تيست، تمام؟ بمعنى ان دي دايمر ينفي ولا يثبت. بمعنى هقول للعيان انا شاكك والله ورجلي وجعاني وورمت النهارده ومش عارف ايه والكلام، وكان عنده دور برد وبتاع، او العيان ده بيد ريد انه مش هيقدر ينزل يعمل دوبلكس، اعمل دي دايمر، عمل دي دايمر طلع نيجاتيف، خلاص الموضوع انتهى. ايه ما عندوش دي في تي، الموضوع منتهي بنسبه 99% مش 100%. طب لو طلع بوزيتيف بالظبط، مش معناه ان عنده دي في تي، مش معناه عندي دي دايمر بوزيتيف انت عندك دي في تي، لا طبعا ما عندوش دي في تي عادي، في ألف سبب يعلي الدي دايمر، حاجات فيسيولوجيكال ليها علاقه بالاولد ايج والهيفي سموكينج، حاجات باثولوجيكال دي اي سي والسيبسز الميجر اوبريشنز، تمام، بريجننسي، تمام، دي كل حاجات تعلي الدي دايمر، فايرال انفكشن، فاهمني؟ تمام. يبقى انا اكسكلوجن لقيته نيجاتيف خلاص ما تنزلش مش محتاج، لقيته بوزيتيف معلش تيجي على نفسك ولازم تعمل دوبلكس، خلاص. طيب في اشعه تاني مهمه، في حاجتين تاني، حاجه اسمها سي تي في اند ام ار في. ايه هم دول؟ سي تي زي بتاع الانجيوغرافي بس بحقن الصبغه في بصور الفين فلو، بقول لك شكل واحده منها، فبيرسم لي الفينز كلها بالتفصيل وفي فيلنج ديفكت ولا لا، او ام ار في عشان اشوف البلفيك فينز زي حالات البي سي اس. يعني ايه بي سي اس؟ مش عارفين البي سي اس ده؟ انتوا في ميل لسه شغالين حالتين دلوقتي، دي رسالت في الدكتوراه، الحالات كانت بتسافر تعمل هيستريكتومي بسببها. يعني ايه بقى؟ برافو. ايه اما انت قلت بلفيك كونجيشن، هيبقى بلفيك كونجيشن ايه؟ اكيد مش ثيوري، سندروم. ما سمعتوش عنها قبل كده؟ طب هي بالبلد اللي هي بتسموها دوالي الرحم، سمعتوش عنها خالص؟ ليه ما سمعتوش عنها بقى؟ عشان هي ما كانتش دايجنوزد، كانت دايجنوزد على انها بي اي دي اللي هي ايه؟ بلفيك انفلاماتوري ديزيز او اندوميتريوزيس او الاوفريان سيست، هو اللي عامل المشاكل دي، ماني؟ لان هو بيعمل نفس المانيفستيشن، فالعينه بتلف تلف 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 تلف، تاخد انتبيوتك مفيش تحسن، تاخد انالجيزك مفيش تحسن، لان هو عمره ما يتحسن من انالجيزك. تخيل الدوالي اللي في الرجل الكبيره دي هي زيها بس موجوده في الاوفريان فين والبارايوتراين طالع من الانترنال ايلياك، ويبقى معاها فالفال فاريكوزيتي وحاجه اسمها اتيبيكال فاريكوز فين، يعني الطبيعي الفاريكوز فين تيجي في الميديال اسبكت بتاع الصاي وتنزل في الرجل تحت وفي الرجل من ورا، دي تلاقي الفاريكوز فين كروسنج الجروين، فاهمني؟ عصاية على الجلوتياس من ورا، فالفال فاريكوزيتي دي كتيره جدا في الستات، فالفال فاريكوزيتي دي سببها ده معناه ان اكيد في حاجه في البلفيس، فاهمني؟ فزمان كان مس دايجنوزد، وحتى لما كانت تبقى دايجنوزد بتفضل ماشيه على حاجه هرمونال برضه ما بتتحسنش، فكان الحل الوحيد بيستنوا الست يبقى عندها 45 سنه وتعمل ايه؟ توتال هيستريكتومي. هل هتتحسن؟ لا برضه، لان انت شلت اليوترس بالاوفيريان وربطت الاوفيريان فيزل منهم الفين، المفروض تتحسن؟ لا، انت عندك زي ما في باثوجينيسيس في الاوفيريان فين بيبقى في مشكله في الايلياك فين نفسه الانترنال ايلياك، اكيد مش هتعمل له حاجه، مش هتعرف توصل له اصلا، فاهمني؟ هتتقي شره من الاخر، فاهم؟ فبقينا نعمل ايه؟ عينه فيها المانيفستيشن تعمل دوبلكس ستادي عند حد معين في المنيا، بيقيس الاوفيريان فين، لو لقاه دايليتد وفي ريفلوكس عالي جدا، المفروض الفين الدم يمشي من تحت لفوق، صح؟ يعني يمشي من تحت لفوق، هو بيشوفه ماشي العكس. كنت جيت شفت حالة النهارده، بندخل من الفيمورال فين بأسطرة نطلع فوق في الرينال فين في الأوفريان فين، نحقن الصبغة تلاقي الصبغة بتجري من فوق لتحت، المفروض إن أنا لما أحقن مفيش صبغة تنزل ترجع يرجعوا زي ما هم تاني، ليه؟ عشان الفولفز، صح ولا لا؟ هو انا لما احقن صبغه في الاوفيريان فوق من هنا ينزلوا لتحت في اليوترس، ولا العكس المفروض من تحت لفوق؟
فنحن الايه بيملى بيتنفخ ويملى لتحت، يبقى كده الفالفز بايظ او ابسنت فالفز او في فاريكوز. تلاقي حوالين يترس فينز محترمه كبيره كبيشيس كبيشيس، فندخل لاخر اوفيلين فين وبنحقنهم الاثيكسس كلورولي وندخل على انتنا ليك نحقنه. ايه اللي دخلنا في البي سي اس بقى الايه؟ اه فهو من ضمن الحاجات في حالات تانية بقى. شوف فاكرين لما قلت لكم ان عين الدي في تي ده هيجي لي دي في تي تاني غالبا عشان ايه؟ السينيك او في حته استنوتيك. في عيانين بيفضل بحاجه طول عمره للاسف، خصوصا العيانين القدامى اللي كانوا ماشيين على ميريفان. ليه؟ لان العيان اللي ماشي على ميريفان كويس او كويس، بس مشكلته ايه؟ المتابعه. العيان سحب تحليل لقى تحليله 2.5، الله انا بين 2 ل 3، فانت بتقول له خلاص بعد اسبوعين بسحب لي تحليل تاني، لقيته كويس، بعد اسبوعين اسحب لي تحليل تاني كويس، طب بعد شهر اسحب لي وخلاص خليناها كل شهر. العيان هيقرف، هيعمل ايه؟ مش هيجي لك تاني، هيكسل، هيجي في مره هيلخبط في الاكل او بتاع او يلخبط في الدوز، يجي لك بعد 4 شهور كده بالصدفه، دكتور ده رجليه ورمه وبتاع وفي ناشفه جدا كده وبدات تعمل قرحه. اشوف الاي ان ار 1. ليه؟ هو مش متابع. ما دي مشكله الماريفان، فاهمني؟ لكن النيو اورا انت وجن ميزته ان هو هي دوز ثابته هديها في العيان، فاهمني؟ بس فكده بيدخل في حاجه اسمها بوست فليبيتك ليمب. يعني ايه بوست فليبيتنج؟ بص اول ما اشوف العيان كده احفظه، معروف تلاقي رجلي ورمه لونها غامق، يبدا يحصل قرح فينس السرز، تمام، وتلاقي فيه سمول فاريكوز صغيره ليهم اسامي اشرحها لكم بعدين في الفينس السر. طيب العين الفينس السر زمان كان علاجه اللي احنا دايما ودايما اي حد يقوله لكم كونزرفاتيف تريتمنت، حاجه اسمها فور لاير كومبريشن. العين ده بلف له رباط ضغط في غيار، رباط ضغط في غيار 4 مرات. ليه؟ لما ببقى ضاغط رجله جامد جدا، الايديما تخف جدا، الفينس هايبرتنشن يخف، الالسر تهيل، تمام. دلوقتي ايه صح ان انا ممكن اعمل له حاجه اللي هي السي تي في او الام ار في واصور الالياك فين كلها وبالفيمورال. ليه بقى؟ هتفرق معايا في ايه؟ بالرحمه دي بنعملها برضو من ضمن الرساله. العيان لو لقيت ان الفيمورال فين هو الديزيزد ومقفول او في حته استنوتيك، للاسف ملوش حل غير الكومبريشن ثيرابي، لان انا ما اقدرش احط ستنت هنا. لكن لو لقيت الالياك فين زي ما شفنا عينين كتير، تلاقي الالياك فين هو اللي بايظ خالص، معضعض وضيق جدا فمخلي الفلو مش كويس، بدخل بقسطره وادخل في الالياك فين واحط ستنت يفتح، الفلو يزيد، الرجل الإديمة تخف، الفينس هايبرتنشن يخف، الالسر تهيل، تمام. في حاجه تانية زي الكلام ده في الستات، وعملنا 3 حالات هنا اسمهم ايه، حاجه بتضغط على حاجه فتعمل فيها ضيق في الفيميل ليفت لور ليمب. لكن ده انا طول عمري ليفت لور ليمب قديمه، اعمل دوبلكس مفيش دي في تي ومش لينفديما، مي ترنر سندروم، سمعتش عنه؟ مي ترنر سندروم ما سمعتش عنه خلص؟ ازاي؟ ايه؟ لا غير دونان. لا دونان ده انت رحت دايسكشن. هي القصة كلها ان الاي في سي فين؟ في الرايت. الاورطة فين؟ في الليفت. الاورطة مطلع ايه؟ رايت وليفت كومن ايلياك، والاي في سي رايت وليفت كومن. في ببساطة ان اللي في الرايت ده الليفت كومن ايلياك عايز بيعدي كده، بيعدي من ورا مين؟ الرايت كومن ايلياك. ففي حالات معينه رايت كومن ايليك الكونتينوس بلسيشن بتاعته بتضغط على مين؟ على الفين، بنسميها بانكيك.
ابيرنس، لا الفين فلاتنينج كده في الصوره، يعني الفين يبقى كده، ده يبقى فلاتنج، حاجه ضغط عليه فمضيقه، مع الوقت يحصل كرونيك تروما وساينيكيا ويحصل تبقى هو سبب الدي في تي. لكن قبل كده بيعمل ليمب اديما بس، مع الوقت لو ساب يعمل دي في تي. بندخل نعمل ايه؟ ادخل جوه الفين واحط ستنت تحميه من البلسيشن، اسمها ايه دي؟ مي تنر سندروم. طيب عرفنا الانفستيجيشن تمام، الديفرنشال دايجنوز. بص لما يجي لك ديفرنشال دايجنوز لاي حاجه في الامتحان دايما تفتكر ايه المين كومبلين، بعدين تعمل عليه ايه. بمعنى ديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت ليمب اسكيميا، يبقى ديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت ليمب بين. لما يجي لي ديفرنشال دايجنوز اف دي في تي، هل هنا اول شكوى العين البين؟ لا، ده انا بقول لك اكسيدنتال ديسكفرد في نص العينين، وعمال اقول لك اسيمتوماتيك، لكن ممكن الحاجه اللي يلاحظها هي ايه؟ الإديمة، صح؟ يبقى أقارن بإيه؟ باليونيلاترال ليمب إديماس، سيلولايتس، ليمفانجايتس، جاوت، أريثرايتس، أوستو أريثروباسي. طيب إيه تاني؟ معايا ها؟ إيه؟ رشتر بيكر سيست، ماشي ممتاز. طيب نسيبنا من الكلام الفاضي بتاع الديفرنشال دايجنوز، ندخل للعك. مين التريتمنت ده؟ العك بقى مش عارف ابدا لكم منين بصراحه. طيب في بروفلاكسس وفي تريتمنت، والتريتمنت في جنرال وفي الانتيكواجلانت. البروفلاكسس من بره بره كده خالص بالراحه كده، انا عايز امنع ان الدي في تي تحصل، اعمل ايه؟ قال لك the most important factor for prophylaxis for DVT is early ambulation post operative. يعني اي عيان يعمل عملية يتحرك بسرعة. خدتوا نساء لسه؟ رحتوا النساء ولا بتشوفون بيزعقوا في الستات ازاي بعد السكشن وبتاع؟ هو ما يا ست هيجي لك جلطة، صح؟ طبعا مش بالطريقة اللي انا بقولها الهادية دي، تمام؟ ليه؟ لانه فعلا مش قصه كده بس، ده هو البوست اوبراتيف اصلا ممكن يعمل دي في تي، فما بالك بوست اوبراتيف وبوست بارتم، وان 80% من الدي في تي بيحصل بريجننسي في البوست بارتم وبيحصل في الليفت لور ليمب، تمام؟ يبقى الايرلي امبيوليشن الدكتور عثمان كان دايما يجيبها في الكومبليت، ذا موست امبورتنت فاكتور فور بروفلاكسس اوف دي في تي. كان الناس بتكتب كليكسان 40 وبتاع وتبقى فرحانه بالكليكسان 40، لا طبعا ملهاش علاقه، تمام؟ طيب من ضمن الحاجات البروفلاكسس دايما لما تيجي عيانه هاي ريسك شويه ويجيبوا لنا عرض لسه كده هاي ريسك عندها فاريكوز فين وخايفين تدخل في دي في تي في الحمل، نقول لهم ايه؟ جود هايدريشن، عشان الدي هايدريشن يزود ثرومبوز، ليمب اليفيشن على قد ما يقدر، ايرلي امبيوليشن، إلاستيك ستوكينج، تلبس شراب دولي بري أنت انترا أنت بوست أوبراتيف، ولو ما لبستش انترا كاف ماسل مساج، تمام؟ ده عشان أمنع إنها تدخل في دي في تي، خلاص؟ طيب دخلت في دي في تي، إيه الجنرال ريكومنديشن؟ عيان جاي للعيادة بي دي في تي، أول حاجة أقول له اطلع السرير بسرعة، هينزل، لا انزل هات له كرسي، لا شيلوه، ليه؟ طيب. في ريسنت جايد لاينز في لخبطه فيها شويه ومتلخبطين بالاوروبيان سوسايتي والامريكان، بس الحاجات الاخيره كلها بتقول ان هو من 3 لـ5 ايام ما يتحركش، وبعد 5 ايام نقدر ايه يتحرك، عشان الثرومبس في اول 3 لـ5 ايام بتبقى ايه فلوتنج. يعني ايه فلوتنج؟ يعني ايز ان يحصل ديتاتشابل وتطلع وتعمل بالمونري امبوليزم، لكن بعد 5 ايام خلاص بقت ايه ادهرنت، لزقت في جدار الوريد. بالعكس ده انا عايزه يتمشى بسرعه وكتير عشان ما يحصلش ستيزيس تاني ويساعد ان الجلطه تفك. فانت عندك كونفرنس معناه ان هتيجي تقول للعيان اول حاجه خد بالك انت الاسبوع الاول ده مش عايزك تتحرك على رجلك خالص ولا تنزل عليها ولا تدخل حتى الحمام ويتصرفوا لك واي 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 واي، لحظه تدخل في جلطه على الرئه وتروح قايل له ايه، بس بعدها باسبوع انا عايزك تتحرك كتير، تتمشى وتروح وتيجي، فاهمين؟ ايه الفرق؟ ان خلاص الترومبس بقت ادهرنت، لازم يتحرك ويروح ويجي عشان ما عملش ستيزيس تاني، بلاد فلو ما يحصلش بروباجيشن للثرومبس، خلاص؟ انا عن نفسي بخليها من 5 لـ7 ايام، تمام؟ يعني ما يتحركش. ليه؟ ايه الفرق طيب؟
هو الصح بس ده مش بيحصل، ان الدوبلكس هو اللي يقول لي دي في تي فلوتينج ثرومبس. خد بالك، افرض العيان متشخص النهارده دي في تي والدوبلكس جاي لي كاتب لي ادهيرنت ثرومبس، ما يتمشى خلاص، فاهمني؟ المفروض الدوبلكس يقول لي ثرومبس، انا شايف فلوتينج بتبقى باينه قدامه. غير لما يشوفها في الدوبلكس كده. امين. طيب لا، ما انا هقول لك، هاجي لك في العلاج دي. طب احنا قلنا ايه؟ خلاص ان احنا هنعتمد ان العين خلاص بيدرست من 5 لـ 7 ايام، ليمب اليفيشن تمام، بلنتي اوف فلويد، الهايدريشن، انتي اديماتس، ممكن ادي فينوتونكس تمام، زائد الانتي كواجولانت طبعا. طيب ايه فايده الانتي كواجولانت؟ الانتي كواجولانت از نوت ثرومبوليتيك تمام. الانتيكواجولانت سواء الفيتامين كي انتاجونست والنيو اورال انتيكواجولانت اللي هي الريفاروكسابان والابيكسابان، الحاجات الجديده، واللو موليكولار ويت هيبرين، والهيبرين يعني الهيبرين ليه رول بنسميها كده، هي ويك ثرومبوليتيك، لكن هم نوت ثرومبوليتيك. الثرومبوليتيك دول اللي هم زي مين؟ اللي اتمنع عشان الالرجي والاميونيتي وعايز عنايه، الستريبتوكاينيز، اليوروكاينيز اتمنع. ايه اللي احنا بنستخدمه هنا في القسطره على طول بنحقن بيه كل حالات الاكيوت اسكيميا؟ اسمه ريكومبيننت تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، الار تي بي اي تمام، اللي هو الالتا بليز والريتا بليز، دول الثرومبوليتيك فاهمني، دول اللي انا بديهم هيفك الجلطه بعد 24 ساعه، بصور العيان وفعلا الجلطه بتكون دابت تماما تمام. لكن دول نوت ثرومبوليتيك، دول بيمنع البروجريشن اوف ذا ثرومبس، بيمنع الفينس كانجرين، بيمنع البالمونري كومبليكيشن اوف دي في تي تمام، والجسم بيبدا يتخلص من الباقي. لكن لو انا عايز افك الثرومبس دلوقتي حالا والعين ايرجنت والعين دي في تي داخل في فينس كانجرين، هعمل له ثرومبوليتكس، دي قصه تانية تمام. طيب العلاج بتاعنا اللذيذ، اول حاجه مين البرودكت الكبير الحلو؟ مين؟ الهيبرين. والهيبرين قلنا نوعين، مين ومين؟ تمام، انفراكشنيتد اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ خرب بيتكم مين يا ابني؟ مش بتحضر في الاسكيميا يقول لك اديها امبول هيبرين، قال لك امبول هيبرين، هيبقى ليه اسم تاني يعني يحور على عامل الهيبرين؟ هو اسمه هيبرين، الانفراكشنيتد هو اسمه في السوق هيبرين، امبول هيبرين 5000 وحده تمام، وينفع يتاخد سبكوتينس وينفع يتاخد اي في تمام، وليه دوز معينه. ليه دوز معينه، في حاجه اسمها لودنج دوز وحاجه اسمها ايه مينتنس، ده لو همشي العيان على انفيوجن. طب لو همشيه على شوتس كل شويه ليه دوز مختلف، هقول لكم الدوز تحفظها ما تحفظهاش مش مهم خلاص. اللودنج دوز دايما 80 من 70 ل 80 انترناشونال يونت بير كي جي، بمعنى العيان ده لو وزنه 70 كيلو الافريج هياخد كام؟ صح كام؟ نقول من 4.5 ل 5.5 صح تمام. اللي هو الامبول كام؟ لسه قايلها لكم، الامبول اصلا كام؟ 5000، يعني هياخد ايه بالظبط خلاص عشان ما تنسوهاش، الامبول كام؟ 5000، كانه هياخد 5000، يبقى 70 ل 80 انترناشونال بير كي جي، دي اسمها ايه؟ اللودنج. المينتنانس ال 80 خليها 18 انترناشونال بير كي جي على طول تمام، كل ساعة. طيب لو هدي شوتس يبقى هدي كل 4 ساعات، اجي كل 4 ساعات ودي شوت، كام الشوت؟ 70 خلاص، يعني كل 4 ساعات هدي، لا يعني كأنها أمبول إلا حاجة بسيطة، مش معليك الدوز دي ما تلغبطوش، يكفي ان انت تعرف اللودنج يعني تمام. في مشكلة من الهيبرين؟ ايوه في مشكلة، انا افضل انا معنى ان انا حكمت العيان ده هياخد هيبرين انفيوجن، يبقى العيان ده هيبقى فين؟ في البيت؟ لا مش لازم اي سي، بس هيتحجز معايا في المستشفى. يعني عيان دي في تي انا ممكن اديله علاج الدي في تي 5 ايام، اللي هو الحته اللي الوقت اللي هو ممكن يحصل بالمونري امبوليزم او
بعد 5 ايام اقول له تفكر على الله كمل علاجك في البيت، ده هيقعد من 3 لـ6 شهور على علاج، لكن بتاع الهيبرين لا انا هيقعد معايا. تمام. طيب ايه اللي بعد الهيبرين؟ احنا قلنا انفركشنت. ايه التاني؟ مين؟ اللو مولكيولار ويت هيبرين. هما نوعين، كان في دواء في السوق واتسحب فتره مش عارف هيرجع تاني ولا لا، بس كان مريح طبعا بصراحه، اللي هو الانوهيب، كان اسمه في السوق تنزابارين، والتاني اسمه انوكس بارين. تنز بارين انوكس بارين، انوكس فيها اكس يبقى ده كليكسان، ده الاسم بتاعه الاصلي انوكس بارين. خلاص انوكس بارين ده اللي هو مين؟ كليكسان. لكن التاني الانوهيب خلاص مش موجود انوهيب انسو. وعرفنا الدوز بتاعته، البروفلاكتيك، البروفلاكتيك بتاع كليكسان نص كل 24 بير كي جي كل. طيب لكن الثرابيوتيك 1 ملي جرام بير كي جي كل 12. تمام. طيب في مشكله بتحصل مع دول، دي ليه كنتوا ويعني عرفوها ممكن تتسالوا فيها او لا؟ مفيش مره جيت تمر مع حد في القسم صدفه كده او العيان ده ماشي على كليكسان بقاله 3 4 ايام، ايه ده العيان ما كانش في دي في تي، احنا ماشيين على كليكسان بروفلاكتيك راح داخل في دي في تي، ايه ده العيان ماشي على كليكسان وبينزف، ايه ده؟ صح برافو عليك. ايه ده عيان ماشي على كليكسان يا ابني فين السي بي سي بتاع العين؟ يا باشا اسحب له سي بي سي ليه؟ اسحب له سي بي سي ليه اللي انا بقوله ده؟ عشان اشوف مين البليتلت. في حاجه اسمها هيبرين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا، يعني ايه الهيبرين؟ بيحصل كوس رياكشن مع البليتلت، يحصل بليتلت اكتيفيشن في حته يعمل لي ثرومبوزز ودي في تي، وفي حته تانية يحصل كواجيولي بس ما فيش بليتلت خالص ويحصل لي ايه؟ بليدنج. دي ليها قصه معينه ان انا لازم اشوف البليتلت، لو لقيت عين في بليدنج او بيدخل في دي في تي والعيان البليتلت بتاعته المفروض كام من هي الكام لكام؟ 150 450، لما الاقيها اقل من 50 او 60 تمام، او نزلت عن 50% من النورمال بعد ثالث يوم من الكليكسان، لا ده في حاجه غلط، لازم اوقف البليتلت، اعيد اوقف الهيبرين، اعيد البليتلت، ولازم ادي حاجه مختلفه تماما، ما تعملش كروس رياكشن مع الهيبرين. يعني حتى النيو اورال انتي كواجولانت بنسبه كبيره بتعمل كروس رياكشن، اللي هي الريفاروكسابان والحاجات دي، اقربهم اللي ما بيعملش حاجه اسمها فوندابيرونكس اللي هو الاركسترا، وفي حاجه تاني الحاجه اسمها الليبردين والارجاتروبين، مش مهم تعرفهم، يكفي تعرف ان الهيبرين من ضمن الكومبليكيشن بتاعت او الخوف بتاعته، او يقول لك ليه بعمل مونيتورنج للبليتليت عشان ممكن يعمل حاجه اسمها ايه هيبرين انديوس ثرومبوسايتوبينيا، وفي الحال لازم اوقف الهيبرين ولازم اديه سبستيتيوت تاني مختلف. طيب من ضمن العلاج اللي بعد دول اللي هو مين؟ الفيتامين كي انتاجونست ماريفان حبيب الكل. ماريفان ده ترايل اند ايرور، يعني ايه ترايل اند ايرور؟ عيان جاي له هدق له ماريفان، ادي له دوز كام وارفع كام، تلاقي النواب متسوحين معاهم، بدات ماريفان 3 بعد 5 ايام لازم ابدا ماريفان وكليكسان، مهمه جدا دي، لازم ابدا الاثنين مع بعض 5 ايام وبعدين اوقف الكليكسان، لان لسبب ايه هو السبب؟ تمام. وليها قصه تاني برضو مش عايز ادخلكم فيها، قصه بروتين سي والسكن نكروزز، يعني عشان حته ادفانسد لو حد عايزها بقولها له بعدين. طيب بدانا الاثنين مع بعض، هوقف الكليكسان، هكمل ماريفان، هسحب اي ان ار، الاي ان ار 1 هرفع الدوز، سحبت بعد اسبوع لسه 1 هرفع الدوز لسه 1، رفعت الدوز ل 10 بقى بياخد قرصين ماريفان 5 بقت 5 الاي ان ار نازل تاني، فاهم قصه؟ وممكن عيان ما يستحملش ولو اولد ايج يدخل منك في سريبرال هيموج ولا حاجه، فدي مشكله الماريفان. طيب من ضمن مشاكل الماريفان ان هو ايه دراج دراج انتر اكشن عاليه جدا، لما العيان بتقول للعيان لو هيمشي على ماريفان خد بالك ما ينفعش تاخد اي حاجه نان استرويد، المسكنات النان استرويد البروفين والكاتافلام والحاجات دي. تمام. طيب انسى دي. مين تاني؟ في دراج فود انتر اكشن، ما ينفعش تاكل الحاجات الخضراء بتقلل شغل الماريفان. تمام. العين جاي الاي النار كان متظبط، جه بعد اسبوعين وقع بياكل اهو صح.
طيب في حاجة تالتة مهمة، الماريفان البليدنج بتاعه نسبته عالية جدا جدا جدا. طب افرض حصل بليدنج، لا ده بعيان جالي الاي ان ار فوق 4، فوق 4 واقل من 9 ومفيش بليدنج، يعني انا شفته بالصدفة جالي وكده بشوف الاي ان ار لقيته عالي، هوقف الفيتامين، هوقف الماريفان تماما واخليه معايا، وممكن اديه فيتامين كي سابلينجول كده، قرص القرص العادي اللي بيتباع ده سابلينجول. لا ده انا لقيته فوق 9 والعين بس ما فيهوش بليدنج، لا فوق 9 عالي طبعا، ممكن يحصل بليدنج انترنال هيمرج، لازم ادي فيتامين كي ايه انجكتبل. لا ده انا لقيت العيان جاي ببليدنج، لا الموضوع منتهي. كلمه بليدنج حتى لو النار قليل ما اضمنش التحليل، واصدق اللي انا شايفه البليدنج، العين ده يتحجز ياخد بلازما ترانسفيوجن وياخد فيتامين كي. مش كده ما يقول لك تدي ايه عشان الماريفان؟ تمام، بلازما وفيتامين كي، تمام حسنا. طيب قلنا ان هو ما ينفعش فيه الحمل عشان تراتوجينيك، تمام. طيب في حاجه مهمه في الماريفان تانية؟ ما فيش حاجه سيجنيفيكانت قوي. احنا عارفين اسم الماريفان، الاسم العلمي ايه؟ وارفارين. بيشتغل على ايه اللي هم 2 7 9 10؟ تمام، واحيانا بروتين اس وسي، ومعاهم بروتين اس وسي. طيب ايه العلاج الجديد بقى المريح؟ اسمهم نيو اورال انتي كواجلانت. هما تو كاتيجوري، هما كتير بس خلينا في الاثنين دول كفايه عليك والاشهر. ريفاروكسابان ده الاسم العلمي، والابيكسابان ده الاسم العلمي التاني، تمام. الريفاروكسابان الدوز بتاعته في الدي في تي ثابته، اللي هي كام؟ 15 × 12 اللي هي 30، 15 × 12 لمدة 21 يوم، 3 أسابيع، ثم دي اسمها اللودينج دوز، ثم الاكستندد ثيرابي ان احنا همشي ايه المينتنانس 20 ملي جرام وانس ديلي لمدة 3 شهور او على حسب ما هعد التريتمنت. افرض عوزت بروفلاكتيك، البروفلاكتيك هي 10 ملي جرام وانس ديلي، خلاص. طيب التاني بقى ابيكسابان الدوز بتاعته محدش عارف صح؟ 10 ملي جرام كل 12 ساعة لمدة اسبوع، بس هو ما بينزلش منه غير تركيز 5 و2.5، فيضطر ياخد قرصين 5 × 5 لمدة كام؟ اسبوع بس. بعد اسبوع المينتنانس هتبقى 5 ملي جرام كل 12 لمدة 3 شهور او زي ما انا عايز. طب اما البروفلاكتيك دوز بتاعته كام؟ لازم استفيد من 2.5، يبقى 2.5 × 12. دي جرعة الريفاروكسابان اللي هو مثال عليها الريفيروسباير، ودي جرعة الابيكسابان اللي هي مثال عليها الاليمبوزز والاليكواس والحاجات دي، تمام. ايه ميزتهم؟ دراج دراج انتراكشن قليلة مع الانتي فانجل واحيانا اذيثرومايسين، الدراج فود انتراكشن قليلة جدا، الريسك اوف بليدنج قليل، حتى لو حصل بليدنج واحيانا بيحصل في الفيمين مع الريفيروسباير، ممكن يعني حاجات ليها علاقة بالنسترال سايكل وبتاع، بس وانس ان انت وقفت البرشامه الدنيا بتهدى، لان هو بيشتغل 24 ساعه. وانس ان انت توقف البتاع مش محتاج تاخد فيتامين كي ولا بلازما ولا هوسبيتال ادميشن ولا الكلام ده، تمام. طيب في حاجه تانية، العيان طيب جالي يعني دي في تي كومبليكيشن، في حاجه اسمها ايرلي كومبليكيشن اللي هي ايه؟ بلمونري امبوليزم صح، او رجليه تبقى جايه بايه؟ لا ايرلي الفينس ألسر ده بعد فترة ومش مظبط علاج، فينس جانجرين. فينس جانجرين يعني ايه؟ فينس جانجرين دول نوعين تحفظوهم، في حاجة اسمها فليجمازيا، ما سمعتوش عنها خالص، فليجمازيا سيريولا دولنز وفليجمازيا ألبا دولنز. ايه الفرق ما بينهم؟ في الاجمازيا سيريولا دولنز ده بيقول لك ان كل الديب سيستم بتاعه الرجل المقفوله والسوبرفيشال سيستم كمان مقفول، يعني مفيش اي حاجه هتعمل درينج للفينس فلو، ايليك فيمورال وبليتيال كل ده مقفول بثرومبس، تبص على الصفنه كل مقفول، فطبيعي كل السيستم مقفول، الفينس درينج هيحصل ازاي؟ هتلاقي رجله بقت قد كده تنس تندر سوولن سيانوزد
يبدا يحصل بولي ويدخل في فينس جانجرين. عشان كده ما ينفعش معاه علاج، ما ينفعش عينها يجي لي بدي في تي ولا رجلي ورمه وبدا يحصل فيها بولي وساينوز دي كلها ودخل في فينس جانجرين، واقول له استنى لما اديك شويه هيبرين ولا ريفرس باير. اكيد لا، لازم هعمل ايه؟ اكيد في انترفينشن، اللي هو مين؟ اللي هو بيفك الجلطات، اللي هو مين؟ الثرومبوليتك ثيرابي. ادخل بقسطره جوه الفين بسرعه عن طريق اي فين، وحقن ماده الثرومبوليتك، ادوب الجلطه عشان يحصل لي فينس فلو، فاهمني؟ لكن او الحل التاني لو انا ما عنديش ثرومبوليتك، ان انا اعمل امبولكتومي. طب هعمل امبولكتومي ازاي يا ابني؟ ده انا هفتح الفين وجواه جلطه، هدخل القسطره كده وانا بلمس الفين كده اللي هتروح تشاور تطلع لي على البلمونري، هركب قبلها اي في سي فلتر، او احط فجرتي من الناحيه التانية واقفل ايه الالياك من فوق عشان مفيش حاجه تطلع فوق خالص، فاهم؟ كاني بقفل الفين لحد ما اخلص اللي انا عايزه تحت، هقول لكم عليه برضو دلوقتي. خلاص يبقى الفليجمازيا سيريولا دولنز سي، يبقى سيانوزز معناه ان السوبر فيشل والديب سيستم مقفولين ورجلي سيانوز وديمتس وفيها بولي وفينس جانجرين امبندنج، ولازم اعمل ايه؟ ثرومبوليتك. خلاص. طيب ايه الفليجمازيا البا دولنز؟ البا من وايت ليج او ميلك. في ناس قالت ان الميلك ده ليه علاقه ان دايما بيحصل في السيدات لما يحصل لهم دي في تي، البريست فيدر بالذات في وقت اللاكتيشن لما يدخلوا في دي في تي بيبقى رجلهم شبه الرجل اللي هنقولها دي. في ناس بتقول انها علاقه ان الرجل نفسها هتبقى الشكل ده وايت ليج. ليه؟ ده بيقول لك ان الديب سيستم مقفول بس وعنده سوبر فيشل، بس للاسف حصل معاه ارتيريال سبيز، فبقت رجل العيان جايه ببرزنتيشن شبه مين؟ الاكيوت اسكيميا، اللي هي بيل وايت كولد، فبقت شبه مين؟ اكيوت اسكيميا. تلاقي رجلي بيض، يعني انت مش هتتوقع ان ده دي في تي، انت هيجي في بالك الاول ان ده ايه؟ ده اكيوت اسكيميا في بدايتها اهو، ان هتعمل دوبلكس، ايه ده؟ ده ارتيريال في فلو بس في سباز، ده فينس هو اللي مقفول، فاهمين؟ يبقى دي سيريولا ودي البادونس. طيب من ضمن الكومبليكيشن الليت اللي هي بوست فليبيتك لمب اللي هي فينس السر فاريكوس فين، نبقى اقولها لكم بعدين. طيب يبقى احنا عرفنا الميديكال تريتمنت وعرفنا الثرومبوليتيك وفي الثرومبكتومي ينفع ده في الفينس جانجرين، وفي حاجه اسمها اي في سي فلتر. ايه الاي في سي فلتر ده؟ انا كنت عايزكم مره تشوفوا حاجه زي كده. انت دلوقتي ايه اللي يخليني اركب اي في سي فلتر؟ ما انا عندي علاج ويمشي على علاج، اكيد ليه انديكيشنز معينه صح؟ ايه يبقى في ابسوليوت انديكيشنز؟ ابسوليوت اول ما اشوف العين ده يعملوا له عرض بكره ينزل نركب له فلتر؟ لا، ده مش انديكيتد طبعا. ايه المشكله؟ ما ياخد عليك، ما ياجلوا العمليه. يبقى ايه الانديكيشن؟ اول حاجه عيان ريزيستنت للانتيكواجلانت، وياخد انتيكواجلانت مش ريزيستنت لا ايا كان السبب، عيان عنده كونترا انديكيشن ياخد انتيكواجلانت، عيان ليفر وسيروتيك والاي ان ار بتاعه اصلا عالي 3 و4 هتديه ازاي؟ صح. عيان كونترا انديكيت، العيان كل شويه بيدخل في هيماتيمسيس ودخل له دخل عنده دي في تي ومكلمين، بس عنده بيدخل في هيماتيمسيس كل شويه، العيان طالع من ريسنت هيت تروما، العيان كان عنده سيريبرو فاسكولار ستروك سيريبرال هيموريج، تمام؟ العيان كان لسه عاملين له سي بي ار من 10 ايام وكان بيضيع بيموت مننا. لا طبعا ما اديش كونترا انديكيت. العيان عنده اورتيك دايسكشن ممكن ينزف منه باي سبب، فاهمين؟ العيان دي اسمها ابسوليوت كونترا انديكيشن للانتيكواجلانت او ريزيستنت او ايه كومبليكيشن. طيب ايه الريلاتيف؟ الريلاتيف دي حاجات دلع شويه بسيط، يعني لقيت عيان عنده بروكسيمال دي في تي، دي في تي واخده كل الالياك سيستم وفلوتنج، فخايف ممكن اعملها، فاهمين؟ ده لما يكون عندنا اي في سي فلتر كتير، لان اي في سي فلتر الواحد ب 30,000، تمام؟ طيب حاجة تانية مثلا عيان بروفلاكتيك، بروفلاكتيك لإيه؟ عيان جاي بوليتروما، بوليتروما وهيدخل عمليات وعنده دي في تي، لازم أعمل له عملية. عيان مالجنسي وهيدخل عملية، ريسك بتاعه عادي وعنده دي في تي، تمام؟ عيان عنده uncontrolled hypertension وده مشكلة مع الانتيكواجلانت، تمام؟ عيان السيروتيك كلها ريلاتيف، لكن المهم العيان الكونترا انديكيتد لمين؟ الانتيكواجلانت، ده لازم اركب له اي في سي فلتر. ازاي بركب الاي في سي فلتر ده او عباره عن ايه؟ هو في انواع، في حاجه اسمها بيرمننت، حط الفلتر خلاص هو ركب في العيان هيعيش بيه، خصوصا ده لو العيان اولد ايج
واللايف اكسبكتنس بتاعته قليله. وفي حاجه اسمها ريتريفابل او تمبرري فلتر. يعني ايه؟ في فلتر هركبه بيبقى ليه واير كده، خش اعمل عمليه. انا لسه امبارح العظام عرضينا حاله عندها فراكشر مش عارف ايه، كلوزد فراكشر، قصه طويله جدا، والعين دي في تي وعدى عليه 15 يوم عايزين يعملوه. هل العمليه ايرجنت؟ اصل السؤال واضح، العمليه ايرجنت؟ لا مش ايرجنت، صح؟ يكمل 15 يوم، بعد شهر تقدر تعملها الثروم بس هتبقى ادهنت. طيب لا ده ايرجنت، ده لازم، ده اوبن فراكشر. اه طبعا اوبن فراكشر، خلاص هركب لك فلتر، خش اعمل عمليتك، خلص بعدها هشيل انا الفلتر ويكمل انتي كوجلانت عادي لما يبقى ستيبل، تمام؟ ففي حاجه اسمها فلتر بيبقى تمبرر ان انا هشيله خالص، وفي حاجه اسمها فلتر اعمل له اكتيفيشن ودي اكتيفيشن. يعني انا بدخل جوه كده في حاجه معينه يقفل كانه مش موجود، لو هو مفتوح هيبقى مفتوح كده جوه الاي في سي شبكه زي المصفى بالظبط، او اقفله يبقى دي اكتيفيتد. طيب من ضمن ايه تاني مهم في الدي في تي كده؟ كده ده كده انت خلصنا التريتمنت والانفستيجيشن ديفرنشال دايجنوزيس، كلينيكال بيكتشر مش مهمه، البريك اوت ترايد. في صب يعني حته كده من الدي في تي اللي هي مين؟ السوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس، ده حته دلع كده. بص السوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس في الابر ليمب وليها ديفينيت كوز، دي سهله. بمعنى عينه جات لي العياده عند مركبه كانيولا في ايديها، وبعد الكانيولا دخلت في سوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس، شالت الكانيولا ولا خلاص ولا حاجه، نون استرويدر على انتي انفلاماتوري وخلاص، مش محتاجه تاخد، اصل هنا كان في ديفينيت كوز ومش هيحصل لها بروجريشن ولا حاجه. غير عيان جاي لي بسوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس في رجله بسبب تروما بسبب اي حاجه، بس مش حاجه ديفينيت اتشالت، لا لازم اشوف. لو بص دي فيها لخبطه في الجايد لاين، في جايد لاين بتقول بص السوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس عامله معامله الدي في تي في العلاج، في ناس بتقول لا السوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس لو في الشورت سافنس اللي هو ورا عامله معامله الدي في تي. ليه؟ لان الشورت سافنس قريب من البابليتيال فين، فممكن تدخل على البابليتيال وانت مش واخد بالك. ولو في اللونج سافنس على حسب بتاع الدوبلكس يقول لك لو الثرومبس بعيد على السافنو فيمورال جانكشن اكتر من 5 سنتي، لو اكتر من 5 سنتي تشوف حجم الثرومبس، لو الثرومبس صغيره ولا كبيره واتيفر عشان متلخبطوش. لو بعيد عن السافنو فيمورال جانكشن انت ممكن تعمل ايه؟ تفتح سنتي كده زي الدوالي وتروح تربط الجانكشن. عمر ما الدي في تي هتدخل فين؟ عمر ما الثرومبس هتدخل فين؟ في الديب سيستم، وريحت الدنيا خالص، تمام. طب لو قريبه، لو اقول لك ويذن 5 سم من السفن فيما جنكشن عاملها معامله الدي في تي، لان هي خلاص هتدخل ممكن في اي وقت تدخل، تمام. طيب لا يا سيدي ده هي مش قريبه وانا مش عارف اربط، تمام، يعني بعيده ومش عارف اربط عادي. ممكن تعمل حاجه اسمها ايه؟ تمشي العيان على كليكسان 60 كل 24 دي دوز عاملينها لوحدها، او النيو اورال انتي كوجلانت 20 ملي جرام وانس ديلي، تمام، اسمها دوز متدلعه شويه من الايه، من الدوز بتاعه الدي في تي. يبقى لو قريبه من السفن الفيمورال عاملها معامله الدي في تي، بعيده هنزل بالدوز شويه او اعمل لايجيشن او ديسكونكشن ان بليز. ده لدرجه ان احنا مش بنعمل مانيبيليشن، دوب بفتح ايه ده هو الفين اهو، اروح لافف وراه خيط اربطه ان بليز من غير ماوس، وقف الغرزه وخلصنا، فاهمين؟ لكن في الابر لمب دي اسهل لو هي من كانيولا، ما لسه عشان ما تلوطوش، عشان في 3 4 5 6 10 نايمين معايا. خلاص لو حد عايز حاجه تاني بيقول، تمام. عفو، توفيق. عشان ما يدخلش في دي بي تي، سواء المفروض اصلا ما لوش علاقه بالعينه في دي بي تي او لا. لا، لو نكر ويت هيبقى اللي هو مين؟ كليكسين.